لا هو موسم يعني الحقيقه بيقدر الاهلي جدا في الاخر كده، صحيح. ويعني ما ينفعش ان التفاوض يبقى على صفحات الاعلام و يعني شاشات التلفزيون او خلاص، ما انا قنوات الاذاعه. هخلي التفاصيل يوم الخميس. ماشي خلينا بقى يوم الخميس ان شاء الله. والمفاجاه اللي كانت في المطار برضو، منين اخونا حكم مروان كنفاني اللي ما صحيح. شفناهوش بقى لنا فوق من 20 سنه، جاء هو وابنه، عنده ابن خلاص، ما انا رائع. قلت لك هنخلي مشروع ابنه ده اليوم الخميس برضه. لا مش هنقدم تفاصيل، انا بس بقول للناس ان البطوله دي جابت ناس من اماكن فيها صور هايله. طيب اتمنى لك بقى يا عم. بس انت صوتك كويس، لان لو كنت سمعت صوتك من ساعتين ثلاثه كنت قلت لك لازم تنزل للحقيقه. ابراهيم انا عايز اقول لك حاجه، انا شاعر لما بفتح الباب، جربت ان افتح الباب واخرج، شعرت برعشه في جسمي يعني مع البرد، ما كانش ممكن هقعد اخرج واقعد في التكييف تاني، لكن هيبقى صعب جدا. اتمنى انها باذن الله تكون نازله برد يعني. انا لا ان شاء الله. انت ده انت يعني خدت مساحات هناك بقد ايه؟ انت يوم والتاني مسحه. معلش ما هو مش عارفين. لا الحمد لله، يعني ان شاء الله خير. احنا الاستاد كله كان بيتطور معانا. صحيح. فاتمنى لك حلقه مميزه. الف الف مبروك يا باشمهندس، والف الف سلامه، ومنتظرينك وهجيب الخميس الناحيه ان شاء الله. الفنيه لما التقي بيه عشان تنكفني كالعاده. ان شاء الله، الحمد لله على السلامه، والف الف سلامه عليك. وتحياتي للساده المشاهدين، وحشوني جدا. هم اطمنوا عليك، انا لو ما كنتش يعني اتصلنا بيه كان كله هيقعد يقلق شويه، بس كويس ان الكل سمع صوتك واطمن عليك. الحمد لله الحمد لله. مبروك يا باشمهندس، والف الحمد لله على السلامه.